التغيير كلمة شاملة المفهوم، ولكنه هدف يسعى إليه كثيرون، ومفاتيحه ليست بعيدة المنال، ولكن يمكنك التعرف عليها من خلال ندوة التغيير يبدأ بك التي نظمتها دار النشر للدكتور خالد حبيب لمناقشة كيفية استبدال سلوكيات سلبية بأخرى إيجابية كخطوة نحو التغيير للأفضل. أول حاجة الواحد يبقى عنده الإدراك والوعي هو واقف فين بجد وإمكانياته الحقيقية عاملة إزاي، عشان ما نضحكش على روحنا، لأن إحنا دايماً بيبقى عندنا أحلام أكتر بكتير من قدراتنا الحقيقية. نمرة 2، نحط لنا هدف، ما ينفعش تعيش يوم من غير هدف. لو أنت عارف صورتك الواقعية وقدراتك الحقيقية عاملة إزاي وعندك هدف واضح عايز توصل له، تربط ما بين 2، تبدأ تفكر أقدر أعملها إزاي، تبدأ تنمي مهاراتك وإمكانياتك، تشوف كل العوامل المساندة اللي ممكن تسندك في حاجة زي كده تقدر توصل. ومعاها اهم حاجه دايما بنقول اداره التوقعات، ان انت ما بتضحكش على روحك، عارف ان الطريق هيبقى صعب وفي تحديات والظروف اللي حواليا عامله ازاي والمناخ السائد وكل حاجه، ولو عملت كده مفيش حاجه تفاجئك، تقدر ساعتها تعمل بجد اللي انت بتفكر فيه. التغيير نفسه تقدر ان انت تعمله، بس مهم تكون فعلا انت عايزه. اعمل خطه، يعني اعمل الموضوع بالعقل، هتوصل في الاخر. يعني عمر ابدا ما هتبقى انت تاخد الموضوع بجديه وعندك رغبه فعلا حقيقيه في التغيير والموضوع ده مش هيحصل. ممكن تاخد شويه وقت، ممكن تقابلك شويه معوقات، لكن في الاخر لو استمريت في الاخر هتوصل للمحطه دي. تغيير في حياه الانسان، تغيير الكارير في مجال العمل، تغيير الهدف. وانا استفدت فعلا استفاده كبيره جدا، ان ازاي تحط هدف في حياتك، وازاي تعرف تغير الجوانب السلبيه في حياتك الى جوانب ايجابيه. توجت القاعه بكلمات ايجابيه قادره على مخاطبه الوجدان للبدء بنفسك في التغيير الحقيقي والقيام بعمليه تحول من واقع نعيش فيه الى حاله منشوده تعتمد على تغيير الانماط العقائديه والمعياريه والقيميه والفكريه للانسان. التغيير يا طيب يبدأ بحضرتك، عايز تغير اعرف امكانياتك، حط هدفك، وخلي كمان سقف توقعاتك زي ما دكتور خالد حبيب بيقول، سقف توقعات مسموح، معقول، منطقي. اعرف الحقيقة مش اللي انت عايز تعرفه، شوف الواقع مش اللي انت عايز تشوفه، عيش الحياة بحلوها ومرها، واوعى تفتكر ان الحياة كانت عادلة في يوم من الايام، آوح وعافر وكابر ودوس على الصعب. الحقيقة زي الناس اللي سابت إنجاز، زي النهاردة اللي سابولنا أرواحهم وطلعوا للسماء، زي الشهداء اللي دفعوا حياتهم علشان انت تعيش مطمن وآمن، وهم الحقيقة مش واخدين حاجة معاهم، حتى ما نعرفش لحد دلوقتي أساميهم، لكن يفضلوا هم كبار قوي. زي الأستاذ فاروق شوشة اللي من سنة 67 بيحاول يرسخ لقيم هويتنا الثقافية. تحياتي لحضراتكم، وتحياتي لكل روح طاهرة، وتحياتي للطيبين في كل مكان، وتحياتي لأصحاب الحلم اللي مصرين يحققوا. وكلمتي الأخيرة، فوقوا يا عرب، احنا أمة واحدة، احنا بلاد واحدة. اوعوا تصدقوا ان الأمان في واشنطن، عمره ما كان ولا هيكون. تحياتي.